ما بدي أعرف بالأول لشو بدك إياهن ووين بدك تصرفهن؟ عايزهم ضروري. بعدين أنا ما أعطيتك كل شيء حتى تحاسبيني على الشيردي والويردي. لا، بدي حاسبك وإنت ما بتمنني، لأنه إنت عارف ليش سجلت لي كل شيء باسمي. لأني مسطر عليك بجريمة قتل صارت عندي هون ببيتي. يا سمر، هيدا الزلم اللي قتلته كان بدي يسرق البيت. لا، يلي قتلته ما كان حرامي. شو كان؟ كان واحد من معارفك، شفتك انت وياه على الطريق قبل ما تقتله. تركيني من هالقصة يا سمر، تركيني منها. بدي اعرف مين هيدا اللي قتلته ابو طارق. يا سمر، هيدا زلمي كان بده يفوتني على الحبس، كان بده يبليني بلوة كبيرة أنا مش عاملها. بلوة شو؟ كان بده يتهمني بتجارة المخدرات. بس هيك؟ صدقيني بس هيك. صدقتك. وهلأ بدك تقلي لشو بدك المصاري؟ بدي أعمل مشروع صغير. وشو هو هالمشروع؟ يعني بدي استورد البضاعة وبيعها. وشو هي البضاعة؟ إنه عم تحقق معي شو هو تحقيق؟ أي تحقيق؟ خليني أفكر شو بدي استورد وبرجع بقلك. وأنا رح أعطيك مصاري، بس ما تنسى إني شريكتك بالربح والخسارة ما إلي فيها. ماشي ماشي. معلم، اهلا وسهلا. كيفك؟ شو جابك هلا؟ بدي حسابي يا معلم. ولك روح، خليني اشوفك برا، بعطيك مصرياتك. روح ما حدا يشوفك. يلا ظهر. يا اهلا وسهلا، ما تطول علينا الغيبه. ايه خليني اشوفك. يا اهلا وسهلا فيك. شو جايبك تعمل هون؟ شو جاي تعمل هون؟ لك شو مجنون انت؟ كيف تجي لعندي على المكتب بدون ما تخبرني؟ بدي مصاري بعد ما حسبتني يا ابو طارق. اي مصاري؟ ليه انت جبت لي الملف اللي بدي اياه؟ ليش الملف كان بالمكتب وما جبته يا ابو طارق؟ برمته زاوية وزاوية وما لقيته. طب خلص اسكت. طيب سكتني واعطيني مصاري. خذ اسكت. مع انك ما بتستاهل، انا كثير زعلان منك. وهيدا المكتب لإني ساعة اللي بدك تجي لعندي فيه وأهلا وسهلا فيه. ما قلت لي ما إجينا عندك هالمكتب. هلا مش هلا، بعدين تغير المواضيع، تصير الأمور اللي تعمل. عرفت كيف؟ الأمور كلها. شفت هدول الاثنين اللي كانوا بعسيمة؟ إيه شفتهم. بدي أخلص منهم بأي طريقة. يا عمرك. إمتى وكيف؟ أنت بتعطي الهم إمتى وكيف؟ أمن لي مصاري وترك الموضوع علي. خلصني منهم وخذ المبلغ اللي بدك اياه. بس معلم انا ما رح اكون وحده، رح اجيب معي صاحبي، صاحب مشاكل وخدمه كثير بحياتي. جيب اللي بدك اياه معك وعندك حساب مفتوح، بس خلصني منهم بسرعه. بأمرك معلم. يلا يا
في أمرك يا معلم. يلا روح عشان الله. يلا سلام.